اوكي على على واحد المناضل نحارب الاسلام نحارب كل شيء، نقدر نعاون ذات بهذه الطريقه. فهمتك انا كلامك، غير الخساره اللي نخسروها. اما ايغيدر هو واحد الانسان متعصب شويه، ولازم حنا نفهموا. حتى انا عندي مشاكل معاه، مي ليسونسيال مثلا ميرف هذا واش حبيت نقول، يسيتو توجور نقعدوا برك اخوه، دائما دائما نكونوا كاخوه ونكونوا عائله واحده. ثاني ميرف نون الك المره ثاني ميرف، شكرا على الوقت هذا اللي مديتوه ليا، ميرسي مايك. الاخ شكرا الاخ اللي جاي امازيغ اللي تدخل. حنايا ايغيدر جا في سياق الكلام منين هضرنا على الهويه الامازيغيه، ولكن راه ماشي يعني هو الموضوع ديالنا المهم ديال الروم. الكلام اللي قلتي بان انك خص تكون واحد الدعم ولو معنوي من طرف الامازيغ ديال شمال افريقيا لبعض، يعني الضيطان ولو بالكلام ولو الى اخره. انما حنا كما قال لك الاخ جليل وقال لك الاخ دريسي، مازال كنأكد عندنا اولوياتنا، لان باش تحقق وحده شمال افريقيا وندافعوا على الهويه وردوا الامازيغ المجد والهيبه ديالهم والتاريخ ديالهم، راه خصك تحرر الارض. حنا الارض فين غدير هذه الوحده وهي فيها انظمه؟ فيما مشيتي حيد تونس وليبيا اللي بدلوا شي شويه النظام ديالهم اللي قلبوا، ولكن تونس والمغرب والجزائر مازالين تحت هذه الوحده. ولو نفرضوا اننا حنايا غنمشيو في هذا الهدف ديال بناء الوحده ديال شمال افريقيا، واش النظام كظن غادي يساعدك؟ غادي يخليك؟ اذا انت خصك تحرر وتولي عندك سلطه في بلادك، وتولي انت اللي كتصنع القرار، وتولي انت اللي كتختار القرار، وتولي انت اللي كتختار النظام اللي يحكمك. ديك الساعه يمكن لك بعد ما ندرسوها ونخدموا عليها الهويه ديالنا والتاريخ ديالنا الى اخره. اما دابا حنا في ظل هذه الظروف السياسيه اللي كنعيشوا لا حنا ولا نتوما، صراحه حتى كنشوف الوحده غنبقاو كنهضروا عليها حتى غدا يفنى الكون وما غاديش تحقق. نتحرروا حنا وتحرروا نتوما، مازال حنا راه كنطرحوا قلب النظام وكنطرحوا هذا الطرح هذا السياسي، ما كنطرحوش. يعني انا لحد الان ما وصلنيش، ربما نكون انا لست على علم بما يقع في الجزائر ولا شي حاجه في تونس، ولكن ما كنعرفش ان هناك طرح عندكم ديال قلب وتحرروا، ولا عندكم النظام عسكري حط لكم بوتفليقه يعني في الواجهه وهو اللي كيحكم ولا شي حاجه. انا تنشوف ان خصكم حتى نتوما تحرروا بلادكم، وديك الساعه الهويه غادي نبدا تجاهدوا على الهويه، تجاهدوا على الامازيغيه، ولكن النظام راه عندكم في الطريق، يعني راه حجر وعثره في الطريق ديالكم، خصكم تخلصوا منه. شكرا لكم الاخوان، وتحيه للاخ الجوز اللي التحق بينا وما يكفي. المايك ما هو شو طلع المايك دخل what is this by your request what are you doing to me alright now it's ليس عندي صوت كما نقول شعبون بدون صوت. شكرا خاي عزوز تفضل جرب بعدا ولدك الصوت تفضل ومضحك يا عندك دابا ثانك يو تاني مرنك ميرسي ثانك يو شكرا لكم كلكم. شكرا للاستاذه ليلى على وجودها هنا معنا ومع الاخوان والاخوات اللي عندهم رغبه وعندهم ضمير وعندهم اراده وكرامه و مواطنين وناس اللي كيعتبروا ما معنى السيادة وما معنى المواطنة وما معنى الوجود والكون وما معنى
المواطنة مواطنة مواطن يعني يقطنوا يقطنوا زوينة الكلمة يقطنوا زعما يغراسوا ولا شنو شنو الأخرى اللي دايرة بحال القطنة سميتها الحلفة يحلفوا يقطنوا إنه يقطنوا قطنا سو حنا كنا كنقطنوا في ديك كلمة أخرى اللي كدي مسقط الرأس الخينا طاح ليه راسه وما يقولوا راه مسقط الرأس طاح ليه راسه مسقط الرأس حنا يا كاين ولا ما كايناش مسقط الرأس نتوما فين كلكم طاح ليكم رأسكم فين طاح ليكم رأسكم أنا فاش طاح لي راسي لقيت كاري في بلاد تحت الاستعمار ديك سوالك حنا الاستعمار ما وصلناش الاستعمار كان ما واصلش علاش لأنه حنا كنا في في الباتوراج وفي مع السمان وكناكلوا العسل وكنطيبوا الفران كنطيبوا في الفران يعني ما كناش من ذوك الناس اللي كانوا جامعينهم ودايرينهم في كريانات يعني انا مين وكان كلمه الكريان كتعني الكارير لانه يعني كانوا كيجيبوا الناس من اللي ما عندهم والو كيجيبوهم وكيحفروا الحجر هي باش داروا كازابلانكا كانوا كيديروا ليها الحجر مربع الى كتعقلوا هذاك الحجر راه كله تحفر من الكاريير الكاريير وباش تحفر الحجر وتهرسو وتقادو خاصهم الناس ديال الكاريان اللي هما الكاريير وبقاو كيحفروا في شي اراضي تما انا راه ولد البلاد انتم تكونوا غالطين فيا راه هذا محمد السادس اللي ماشي ولد البلاد محمد السادس كاع ماشي ولد البلاد دايرينو مالك هذا هو كنقول لكم طحيه راسي مسقط الراس وهو راه ما عارفين تولد قالت ولد فرنسا was he conceived in France maybe he was conceived in France وقيل وقيل المجوري وقيل المجوري نكح أمت الحس أمت هذا محمد السادس نكح في فرنسا ثم رجع مسقط رأسه جا فيها رأس الأول هذاك الرأس يعني مسقط الرأس اللي فيها الجنسية سو قد رجع عاود ثاني سو لطيفة مسكينة لطيفة راه من إنجليزينا كلهم ولكن صيفطوها للحج ريبنت لا ريبنت تو ريبنت حتى دابا في البلاد المسلمين اللي قود سواع وقتل موح واختوح وبنته وتزوج بولدو داكشي كلشي قال لك I'm gonna repent شنو ريبنت ريبنتنس ديالنا حنا فالإنجليز كتمشي كدوي مع داك خينا كتقول له راه you know نكحت مرت خالي ولا نكحت مرت شرار ولا شي حاجه بحال هكا يعني شي حاجه باش انت جيلتي كيقول لك ودير واحد الهضره اكروباسي طلع مع العقبه هبط ونقز ودير بحال هكا بيديك وقول هاي لا لا وجيب جوج ثلاث دورات وحط شويه الفلوس في هذاك لاكاس ديال المخزن ديال الانجليز المخزن والانجليز سي لا ميم شوز كلهم عندهم واحد البريطر كيحكم فيهم لكن هذاك الانجليز ما كيحشوش القرعه لا ما كنضرش واش اخو الانجليز كاين شي انجليز كيحش القرعه في هذوك الناس كيمشيو اللي يصليو غير في الجامعه انا تما انا فاش كيتغلط ديال الديانات كنقول واحد ديما باش كنفرق انا بالديانات واحد الدين كيحشوا القرعه في الناس وكيكوزو كيحشوهم قرعه وواحد الدين اخر كيدوروا معاهم شويه بس قد الراس هو وجوج ضربي طرس شنو زيد قال شنو اش كيتعاون معنا السيد قال لك مسقط الراس ووجع الدراس حينما يسقط راسك فقد نصب بجراح واوجع الراس اما وجع الراس يكون قبل وبعد الدرس حراق اخويا ربي جديني هذا واش هذه شيكسبير ولا مولير كنظر لي انا كنظر لي هذا شي روسي اللي كاتبها لي ياك روسي دينا شكون اللي عندهم في روسيا هذاك اللي كاتب وورلد اند بيس نسيتو راه بكل صراحه نسيتو اتسمحوا لي انا ما كنتش كنشارك معكم لانه كنت كنمشي نعمل شي امور ديني باش يدخلوا شويه يدخل الصرف هنا خصنا نزيدوا شويه الصرف لانه هو هنا بحال اللي كيبقى تصوت عليا طيب ديك اللعبه سو يوم من طوق كنشوف شي امور غريب الامر يا اخي عرفتي دوك البلطجيه مخلصينهم باش يصيفطوهم لتما غادي وي غانا تاتش فيو ثينكس ذات يو نو الى يسمح لي الاستاذ معتقل I was looking at few things and
amongst them is that they are sending Moroccans fat without teeth. يعني شي مغاربة صيفطوهم لموسكو صيفطوهم فلوس كندا وغلاض وعواز بيضين 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 وما عندهم سنان وما عندهم حتى شي ثقافة ولا دراسة ولا شيئا من هذا من هذا المستوى المستوى ما عندهمش المستوى صيفطوهم لكن صيفطوهم خلصت عليهم انت يا المواطن الور فاش صيفطوهم لروسيا شنو كيقولوا بغاو يسلموا روسيا كلها تجي تدير امك تلعب الكره ولا شي عارفين منه واحد الحساس من واحد الخينا عطاي هذا من مراكش هاد العزوه ما عندوش سنان اللي كيدير الهرج دائما وهذا واش كيعول المخزن كيعول على بحال هذا اللي كيشريه يا 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 فيه النويبه نويبه فيه النويبه علاش تسموه النيبه انا واش فيه الناب ولا النويبه كون دار مع النويبة هاز ذا كويشن اوف كورس ومشى بغا يسلم شي روسيات انا شفت واحد المقطع ديدي هاكي تكلي يسلم قال لي هاكي يقول لهم بونجور 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 انا جيت ندير لكم الاسلام قولوا قالوا لي عاود بالله من رسول الله قال لهم قول لي اش هذا ويبقى كتشوف فيك كيبان لي الخينه ديال امه من البلانيت القلاوي هذا نزل من البلانيت بعد انت دير موت السنان قدو قداش قدو قداش قدو قداش ما تقدرش تخلص على السنان بس ذا العيد وجاي يدير مو كتفرج في الكورة what the fuck كتقول معاك كرة هاد خينا دا حمار ولي باش داك الفلوس اللي جاي بشي بالطيارة والحزاق وخا هو ما جاش بلا طيارة تعالى واصفتو علينا داو الناس داو البلطاجية كيتبلجو كتقول خينا حمار وبدا يبغي يقول بغي يسلمها قال لها قولي اشهد ان لا اله الا الله وداك الشيء شيق معالي شاه عزوز المناظر والناشط الاعلام أفيفا لك الشكر. It is good to have all of you here. إحنا ناس أحرار. قلناها في البداية في المقدمة. المقدمة. في المقدمة قلنا رحنا بخير وعلى خير لأنه إحنا كنا عندنا ناس اللي بحالنا. قلناها ولا ما قلناهاش. حلف حلف واش قلت ولا ما قلت حلف. بتاع حلف. قلت حلف. صاف. طيقت فيك. والله طيقتك. أنا والله. والله تطق. صاف. ما قلت حلف. صافي. بس. وحبس من الحلف باش ندوزو ل بنقن حلفو وحلفو كلكم حلف 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 صافي وغنساليو الحليف كنا نحلفو يا الحلوف وغادي يمشيو الناس الى لقينا ما ناكلو والله كنعرف واحد السيده حكات لشي واحد كنعرف من جامايكا كان كيضرهم بالجوع في جامايكا والبنت اللي حكاتها لشي واحد صاحبي ما كتقول لها ماما فيا الجوع هذه قصه واقعيه اش تقول لها اما تقول لها سير تنعس راه الملائكه غيجيو كلوك في الليل يوكلوك الملائكه هذه بصح هذه ما كذب ما كنكذبش عليكم هذه كاين الشهود وتقالت لي تعاودت لي وبقات اطرات ليا في المخ يعني شو حازقين مساكن راه الحازقين تحيد لهم الدين غادي ما عادش غيوقع لهم شي الملائكه وشي هذا هو الخرافه باش بقاو شادين دوك المركحين عطاهم الخرافه اشنو كيقولوا على الناس هنا لا بوفروتي اللي كراوها هما اللي دارت الخرافه راه كيجي لك دابا هذاك دابا في جامايكا تمشي لديك جامايكا تلقى ايه الحازقه ولكن الانجليز في داك الشيء من الداخل بالذهب وخينا كاس كيضرب احسن شراب كيشربو كياكل مع الكروج جيكو ولكن لو ديمونش لا ميس كيجي كيلبس لك داك الحزاق وانت كتبقى كتجلس بقى سودي نايت هي المسيحيين تا هما عندهم واحد الحماق طوز العيدي كيجلسوا اخو على كرهم تما في ذوك الكراسه وكيبقاو اسويع هما في الفاكن الاغاني اولي لهالي هاليلويا هالي هاي هذاك الامام كيبقى يشوف دين امكم 800 سوا باغي يحوف فيكم شي واحد كيبقى يقلب راني معاكم في الزوز تكلم
Yeah. Amzun, speak up. Speak up, Amzun. How are you, my friend? I'm good, brother. Good to hear from you. What have you? Yes, speak up. Good to hear from you. Well, I just came to say hello. You still at Florida? Yes, I love it. It's better in here. The weather is nice. I'm planning to visit. I'm planning to drive to Chicago and then Chicago to New York, probably to Montreal and come back. Yeah, this is the best time for that type of a trip. But I will go with your friend. If you are around Florida, give me, check it's me out. It's possible. Maybe when I come back, I will drive through the South. It's a nice ride, man. I did it. I came through California. Then you hit Nevada. No, pardon. Mm-hmm. You hit Arizona. Arizona. Interstate 10. Yeah. All the way. Georgia, Atlanta. Yes, sir. Alabama, Montgomery, Dothan. Yeah. I've been in Panama City in Florida. Yeah, that's the other side. It's the other side from me. I'm on the Atlantic side. In 1998, I was in. They were building all those big buildings, right? Oh, they're building nonstop in here, nonstop. You got to see their freeways. You get to see their highways, man. Well maintained. Oh man, no bumps. You driving on smooth, silky road. No bumps. Arizona, and Texas and California, New Mexico, they're full of holes. Once you enter. احنا بلادنا Florida كيخلو فلوس على الطرق انا صاحبي والارض عرفتي الطول ديالهم انا الزنقه فاش كنسكن جاوا حيدوا لي ديرهم حيدوا ليها كل شيء هراوها وعاوتاني صوبوا دازت الماشين صوبات ليها داروا اوتوروت في الجزائر ولا وراو فيديو والناس ولاو يقشروا في الطابي هذاك داروا تاع تيمات تاع في الماروك كيسرقوا ولا القحبات كيسرقوا كل شيء كيسرقوها صاحبي كيسرقوا من الصحه من لي زوبيتو كيسرقوا من التعليم كيسرقوا من لي بون كيسرقوا بنات تفهموا بيناتنا it's not only the government ولا المسؤولين شعب مقود شعب رخيص what شعب I didn't بمنا. Say the opposite I didn't say the opposite but the شعب شكون اللي عنده الثقه الامانه كتبقى عند هاد ولا القحبات اللي ما كيعملوا لها انا بالك البلديات لي ميري الجزائر لي روبيني تاع النحاس نحاوهم لومبا تدخل لي طواليت ينحي لومبا يديها لدارهم راه ما عندنا حتى طواليت حنا الطواليت ما كيعطيوهمش لوبورتونيتي باش البنادم يخرق اصاحبي الجزائر جابوا هذوك garbage recycling container هذوك تاع الزبل طبوهم الناس تعرف هذوك الغاربج 50 لايك 70 جالون كوبا هذوك تاع الزبل تشري واحد طبوهم جابوهم الناس سرقوهم ولاو يديوهم لديارهم يعمروا فيهم الماء وهو هذا شتي وراء البنية التحتية هي الأولى والبنية التحتية ياكو كان عندهم لي روبيني كرة ما يسرقوهم شو صح يدوك نفهمك واش داروا وين راه الحل ومع عاد ولاو يتقبوهم بلا شينيور من تحت يتقبوهم من تحت باش ما يعمروش الماء ومع عاد ولا الجي تاع الزبل الجي تاع الخرايخ البلاد كاع تلعب الخرايا دين ربكم ما فهمناش لا فوت ديالي انا مغربي لا فوت ديالي انا زاج زايري الله يعطيك الراس لا فوت ديالي خرانا ربي تما ينعطينا ودابا راه انتوما راه ما عندكمش الشوهه ديال لا كوب دي موند حنا راه صيفطنا غير الفقاق البلطجيه كلهم ولا بغاو يسلموا الروسيات اصاحبي ماشي هذوك اللي جراو عندك الاسرائيلي هز الفلاك ديال اسرائيل وجراو عليه وتبعوه داروا ديك الشواك ونساو راسهم ورشدوهم في الحبس في راسكم الدراري Let's be realistic. Well, we are. What's the matter? لازم
نخليوه الكرة القدم الفوتبول هذا البالون هذا لازم نخليوه البريزي لزاميريكان لزالمو. احنا الناس ما نجي نشوف بالون الى دين رب الماتش هذا. احنا ماشي تاع بالون. شعبنا راه مريض. نسحقوا يبنيوا لنا سبيطارات مزايد يسقموا لنا الطرقان ونا با بزوا يلهيو فينا بالبالون. واش نربح من دين رب البالون انا؟ واش نربح به؟ ودابا دابا اسمع امزون امزون ار يو هير امزون كود يو هير مي امزون كود يو هير مي I have a proposition for you and for all the Algerians and the Tunisians and the Libyans. It goes like this. If you elect me as your president, I will come there to your countries with the tank and I will strengthen everything up. But to do that, I'm going to need soldiers. I'm going to need soldiers from Algeria and from Morocco and from Libya and from Tunisia and some mercenaries. Because they sold the fortune. I'm going to engage them. Imagine. وغادي نجي هذوك البلدان ديال شمال افريقيا ونقص على دين ربهم هذو خياتي بالتصرفيق. ولكن غنجيب الطنق غادي ننزل بالطنق اجدر لكم هذا راه من الدهان يبعثوهم لغزه حتى الفطر يبعثوها لغزه. ايوا خصنا نمشيو لغزه ونقول لهم يرجعوا الفيرمو. الملحد راه هو هنا معانا حتى هو عنده شي بولشيت تو ساي. ولكن راه ليلى معانا. الى معانا ليلى حضيو اللونغاج ديالكم. يعني هذه ماشي الوقت ديال ميد نايت ولا مينوي. سو دابا واش لازم يديروا لنا لازم لنا ينوطوروت ينوطوروت كيما هادو تاع لي زاميريكا من المغرب حتى تونس جوج من الجي. هاهم لي بروجي اللي لازم يديروا في لا كوب دي مون. علاش ما يديروا لنا شوطوروت يديروا لنا اوطوروت بين كازا وتريبولي جوج على جوج على تريبولي لا فولي هذه اه وادي بعدا هذه راه كنت كل بلاد وحدايا. امزون راه ماشي في لا بوليتيك ليلى. هذا الاخ ديالي امزون راه هو ستان بون فيفون غا ما عنده سوق في لا بوليتيك. ولكن هو كيكريتيكي انه كيكريتيكي كيتهكم على الوضعيه. ولكن راه ما عنده حتى فكره على اشنو واقع بحالنا احنا. سو خذوه على فور وات هي از and he is not involved in ما مداخلش في لا بوليتيك. امزون كيبغي ينشط كيبغي يضحك كيبغي يغني. ولكن راه هيز ا جود اسيت لانه هو هذا الفكر كيتسمى. سو امزون بور نو ريبريزونت واحد ليسبري ليبرال واحد ليسبري متفتح وكيتكلم وراه ماشي ما عندوش العقد ديال الشمال افريقيا. هذا الاخ امزون يعني ما كيبانلوش داك الشغال كيف ما حنا كنعرفوه. وبعيد لانه هو قبيلي بعيد من داك الشيء الخمج ديال حقر عندكم انتوما في الجزائر. واحد خينا دار واحد الفيديو وقال لك راه هما بني هلال ملي جاو داروا الفتوحات جات مليون واحد مليون راجل مليون واحد من بني هلال ودابا هما اللي مالين الجزائر. سمعتيها ولا ما سمعتيهاش؟ واحد من بالي هلال قال لك نتوما بغيت تحيدوا لنا الاسلام وقال لك الا حيدتوا لنا الاسلام ما كيبقى عندنا والو. واش بصح نيت سمعتيني؟ قال لك وحنا كيجمعنا مع واش كنا وعلاش قبل ما يدخل الاسلام لشمال افريقيا قرطاج كانت توك روما. لا دابا قضيه ماشي كاع اوروبا. دابا الامازيغ ما عمرهم ما كانوا. نتوما البربر ما عمركم ما كنتو تما ما كنتوش. راه حتى جاو بني هلال وما يجيبوا لكم النور والثقافه. شنو كتقول في هذا هذا راه جزائري خوك من ولد كارتاج ايتي لو غرونيي دو روم. ولكن دابا اليوم يا ولكن اليوم واحد جزائري من بني هلال قالك بان الجزائر كلها عربيه وانتم بغيتوا تحيدوا القران بغيتوا تحيدوا الاسلام. قرأ عند السواعده قرأ عند المصريين ناصر الجزائر 64 63 قال لهم الجزائر تكفينا وتكفيكم. من هل دين امك تكفي ماليها قول بلادك تكفيكم.
جابوا لنا العرب خربوا لنا البلاد ديالنا. وهو غير انت ما فهمتيش، هو راه بغى يقول لك في الجزائر غيكون فيكم يبغى يدير فيكم شي حاجه. غير انت ما كتفهمش، انه انت ماشي انت امازيغي ما فهمتيش اللغه العربيه، هو غيقول لك غادي نكفيكم ونديرو فيكم. راه ما كتفهموش انتوما يا البربر. قال لك غادي نكفيكم ونديرو فيكم، وراه ذلك هي الفتوحات، ولا ما فتحنا لها فرجها وداكشي بحال هذاكشي. بغا يديرو فيكم هذاك الجهاد ديال داعش، وقال لهم غادي نجيو نكفيكم ونديرو فيكم. يا شنو بغيت؟ ونكحوا ما طاب لكم، انتم طيبين. يس يس كمانين بي. Are you ready? I'm about to get ready. Okay, get ready and let's go. Let's go. It's raining and all that shit. So. سوا حنا غادي اننا عندي الكوزان خاصني نوصلو نعس. كاين الشتاء نورمالمون كياخذ لي بيسيكلات، كاين الشتاء دابا غادي خصني نوصلو لليونيفرسيتي، راه كيعمل انجينير قرب يتخرج انجينير. هذا اسم البرنس، ستان برنس كنقولو انت برنس، واخا انا ما كنحملش ديك الكلمه ديال ملك وبرنس، مي هاد الوليد هذا سي تان بو فيفون زوين متواضع جميل جميل وذكي. Anyway, so انا غادي نوصل الكوزان المدرسه. امزون اشنو ظهر لك في لا كوب دي موند؟ اجا كي جاك بلاد الدرابو ديال ليوطي كيف فرفر يا اخواتي، وماشي شو هاد فرفروا درابو ديال المعمر اصاحبي، وماشي شو هادي. قال لك فيكم غي الحق، اش من حق ذا شمام؟ شمام قال لك فيك الحق. انا نعرف حاجه، ايه كي كانوا يقولوا الجزائريين مع المغاربه، ايه اعدائكم ماشي الجزائريين هما السواعده. لا بلاتي ولا تي خاي. قال لك شمام هذا فيه كيدير كيشم بحال الكلب. يا شمام انت كلب ياك ولا كلبه؟ شما قال لك فينا الحقد، جيتوا البلاد الامازيغ بديتوا لهم بلادهم وتقول لي فيكم الحقد ولا القحبات؟ وليدو معاكم على حقوق تقول له جبتونا العلم وجبتوا لنا النور. النور هو تحشيد القرعه في طباب النفس كل الناس. النور هو تجري على الامازيغ من ارضهم وتطلعهم للجبال تجوعهم وتقول لي فيها الحقد. انتوما ديرهم عندكم الدرابو ديال القلاوه اللي هو صنعوا لكم القلاوي، صنعوا لكم شكون هو؟ اليوطي. اش من حقد تما؟ لي لا فيريتي، هادي سي لا فيريتي. اش من هاد الحقد تاع روبي ديالك؟ دابا نكفيك ونديرو فيك. يلا سير. جماعه يس عزوز يس سير، عندك دو مو لي كي تو كاركتيريز سي كوا؟ القلاوه وحشاي القرعه او الزوامل والقحب. شوف قال لك سيدي حاقود. شنو حاقود؟ حاقود قال لك حاقدين، والحقد نتوما اللي حاقدين على الامازيغ. باخذهم تيديو كلامهم، ما تخليهم تيسمي ولادهم. وسير بعدا انت براسك يا المغربي، سير جيب لنا شهاده الحياه وطفوق، راه تما هنا تعوجت الفكوزه. تي بو مو ريبوند؟ لا جيب لنا برك يجيب لنا برك شهاده عقد الملكيه. شكون عطالو البلاد؟ اكزاكتومون. الفرف في طبون الفرف في طبون الله ديالك يا رياض. يلا سير جمع كرك، سير راك خريتي في سروالك. سير الفارق والمالك ديالك فيه الفاره، النبي ديالك فيه الفاره، والله ديالك قواد اصاحبي. سير عبد القواد، سير عبد القواد. الفاره في مالكك راك تبوس ليه يدو الفاره. قال لك واش عزوز انت فيك الفاره؟ فوك. اسميتك اوليدي؟ سميتو رياض عربي ولد القحبه. رياض، رياض العربي ولد القحبه. انت جيتي لنا العلم، جيتي الفتوحات، فتحتي درمتك الضحك الزامل فيك التقرقير. المرض اللي الزوامل هو المريض المغاربه، كيضحكوا هو محشيه فيه، محشيه في دين دمك حتى زداك داك. ما كتاكل مزيان، ما فاهم تاع قلوه، وكازين كيكذبوا عليك في ديك الدوزام، وكينكحوا امك في المساجد ديال التكواز، ما كيعترفوش بطبون امك وانت مولود تما، ما سقيطو الراس.
تولدتي تما راه عندك واحد الدرواق ولكن انت ما عادش تعرفو فاقد شيء الله يعطيه. بوست كولونيال دين امك تا لي زافريكان تا بي افريكان ديال قبل ما هذا ماشي كيفاش كتمشيو مع الناس ديال لي فيلاج في افريك وفي واحد خينا الشاف ديال الفيلاج كيكون عنده واحد العظم في النيف ديالو وكرجو هذا وكاس كياكل في الناس باش يحولوا حياتهم. هذا هو الماروك تتقاودوا شوفوا المحاكم ديالكم اليوم هذاك بو 20 ياك بلطاجي وخراي راهما صوبوا له قناوا ليه والقضيه ديالو خانزه معفونه بالفاكن الزور الزفزافي القضيه ديالو معفونه بالزور. انا كنودعكم لانه غادي نمشي نوصل الكوزان ديالي راه معاكم ليلى واحترموا ليلى راه حتى هي مسلحه عليكم والمهداوي هو بقى يتبلطج ناكو راه مخانزين نتوما اش نقول لك حاقد نتوما خانزين معفنين يا القلاوي سيروا مالكم زامل والله ديالكم القواد وبلاد امازيغيه وروحتنيك روحنيك امك. Thank you very much. أنا نزلت and I love you. By the way راه سدوا اليوتيوب ديالي كلهم سدوهم غادي نمشي لديلي موشن ونمشي لفيمو كاين ما تخافوش وكنسجلوا لأنه هو تاريخ كيسجل عليكم انتم ولاد القحبات عريب بوشين والمسلمين كاع لي الفيديو ديالك نحاوه وي وي كاع الفيديو نحاو يس 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 راه كيخلصوا ولكن راه الناس تاع المغرب الناس راه كياخذوا منهم الناس كياخذوا منهم ديك الشيء كنقول لكم كلكم سجلوا هذا نضال وما عندهم فلوسنا كيديروا بنا اللي بغاو بكافل تسونامي كيفاش تسونامي ديز نو تسونامي زاد تسونامي علاش ما تروحش علاش ما تكتبش بريال ال 6 نيت ما غير يجيبوك تحضر هذاك الشيء كله غادي يجي لراسو دير لهم ذا تروث دير لهم باش تكتب لهم بريال يا نون 60 مينيت يا اكزاكتلي والله خاصني انا بقى هذاك الشيء يتفضح راه هذو اش بعد فيهم سبان جوجل اش بعد ديرهم مسبان اللي لاطر اللي رسلت لهم هما انا قلت لهم انتم دايرين امكم كتسبورتو البيدوفيليا والماساكر وكتسبورتو على لي كريم ولي دروا لي فيولاسيون دو لي دروا دو لوم. شوفوا الزفزافي المحكمه ديالو حاصلين فيها لانه فيها جرائم اللي ارتكبوه هما ماجوني الو شكون هو اللي خامج اللي كيدافع على حقه وكيدافع على المواطنين ولا اللي بغى يستافد ويدافع على السيد واللي كيجي ينفعوا علي السيو فيري سون الاخوان انا مشيت ثانك يو انا رجع ناخذك اليوم يا مستر بريزيدنت راه واقيلا الفيديو واش مشى اوكي مي الفكره وصلت يا سير ذاتس ات يس جو سوي تري كونتون اي جو سوي تري كونتون اللي داروا هذه المبادره لانه هو كيوريو باننا على حق والشعب على حق مهما ما باغيش الاستعمار هادو سارقيننا خصنا نتكلموا على الجرائم اللي كيرتكبوا ويرجعوا المال العام ونخلصوا ويعطونا للقتاله والمعذبين لكم الشكر انا نرجع القضيه مستر يا مستر ريتشارد كون كان على حق